الاغتصاب، التحرش، الممارسات الجنسية الخاطئة، الطلاق بعد أول ليلة، ليلة الدخلة بسبب عدم الرضا من الزوجة، مشاكل كتيرة جدا في البيت والسبب عدم وجود حياة جنسية سعيدة وصحية. أعتقد إن دي مشاكل حتى لو ناس كتيرة ما بيتكلموش عنها هي موجودة، وموجودة بشكل كبير جدا، وبتخرب بيوت وبتوقف حال ناس، وبتؤدي كمان أكتر من كده لمشاكل صحية جسيمة إذا كانت الممارسات تعدت مرحلة عدم الإمتاع ودخلت في مرحلة الممارسات الخاطئة. وكل ده بيرجع لكلمة واحدة بس، وهي الثقافة الجنسية الغائبة، التعليم الغائب عنه هذه المعلومة في التعليم تحديدا الحكومي الحقيقة وبشكل كبير جدا. ناس كتيرة جدا بيتحرجوا ان هم يعني يدوا هذا الفصل في الاحياء ويعدوه على طول، ويقول لك خلاص مش مشكله عدي اللي بعده. وكان في مشهد شهير جدا في فيلم لا مؤاخذه بيتكلم عن هذا الموضوع، ولو ما كانش هيكون باغتضاب شديد جدا، وفي الاول وفي الاخر ما فيش مختصين بيتعاملوا مع هذا الامر. ده غير كمان اصلا في مشاكل في التعليم من غير حاجه. وعلشان كده طلع موقع عالمي، لان المشكله دي مش بس في مصر، هي المشكله دي موجوده في بلاد كتيره جدا، بدا من الهند الحقيقه واللي لها مشاكل كتيره جدا مماثله لمصر. Love Matters، أو الحب ثقافة، وهو ده بالظبط عنوان هذا الموقع. الموقع بيصدر بنسخته العربية بشكل رسمي النهاردة 5 مارس. أنا عايز أرحب بضيفتنا النهاردة أستاذة عبير سراس، وهي صحفية بإذاعة هولندا العالمية ومنسقة مشروع الحب ثقافة. صباح الخير. أهلا فيك شريف. أهلا. كلمينا أكتر عن المشروع ده وعن الموقع ده، حكايته إيه باختصار؟ باختصار المشروع هو مشروع Love Matters، أحد مشاريع إذاعة هولندا العالمية، وهو لخمس نسخات. نسخة بدينا زي ما ذكرت من الهند كبايلوت، كيعني تجريبي دليل تجريبي، وهذا كان قبل 3 سنين. وتدريجيا تفرعنا لعدة مناطق. هلا عندنا موقع بالصيني، بالإسبانيولي، بالإنجليزي، بالهندي، واليوم سينطلق الموقع العربي تحت اسم الحب ثقافة. يعني إيه الحب ثقافة؟ الحب ثقافة هو موقع شبابي للكبار، نتوجه لفئة الشباب بين 18 و35. هو موقع يعني يقدم لك موسوعة حول الصحة الإنجابية، الثقافة الجنسية، جميع المواضيع اللي بتهمك كشاب وكصبية متزوجة أو مقبلة على الزواج. وايضا يعني يمنح فرصه للنقاش والتداول حول هذه المواضيع والتفاعليه مع القارئ، وطرح الاسئله لخبراء مهتمين يعني بهذا الشان. محررين هذا الموقع كلهم من الاخصائيين يعني والدكاتره، ولا مين اللي بيحرر هذا الموقع؟ الموقع ينقسم الى قسمين رئيسيين. عندك الموسوعه الجنسانيه، انا بحب اسميها الموسوعه، هي عبارة عن معلومات الجنسانية يعني الجنس وإنسانية الاثنين. لأنه هي إحنا لا نتحدث فقط عن مواضيع الجنس، إحنا نتحدث عن الحب، عن العلاقات والزواج وكل شيء، يعني everything in between، كل هاي الأمور اللي حواليها. صحيح. إلا هي مكونات لحياة زوجية صحية سعيدة. نعم، خصوصا في البلدان العربية يعني نعاني من مشاكل طلاق كثيرة. والملفت مثلا في مصر عندكم هي الأولى عربيا في نسب الطلاق، ومش بس أي طلاق، الطلاق اللي بيحدث للمتزوجين حديثا. يعني هنالك مشكلة معينة، ولا الناس ما بينفصلوا، يعني أنت ليش بتتزوج وبعدين تنفصل في نفس السنة مثلا؟ فهنالك مشكلة حقيقية بالفعل، ليس فقط في مصر لكن عالميا نسب الطلاق عم ترتفع. فزي ما حكينا الموقع عندك الموسوعة، وعندك تقارير وأخبار ودراسات وإنفوغرافيكس ومواضيع يعني تتحدث يوميا أساس لجذب انتباه القارئ. طيب، قبل ما تبقى في الموقع ده بلغة العربية وموجه للعالم العربي، زي ما قلنا هو بقاله 3 سنين بلغات مختلفة في بلدان مختلفة. نعم. إيه هي نجاحات هذا الموقع؟ قدر يوصل لإيه؟ وإزاي تم مراعاة اختلاف الثقافات مع تطبيقه باللغة العربية؟ حكم أنه إحنا جربنا الموضوع بعدة مناطق، خلف الكثير من التجارب وال يعني الدوز اند دونتس، تعلمنا الكثير من عدة مناطق. وواحد من الأشياء اللي تعلمناها أنه أنت كصحفي أو كمؤسسة لا يمكن أن تأتي بالمعلومات وتترجمها مثلا وتحطها وهلا تصير مناسبة للقارئ زي ما هي العربي. لا، إحنا في أي مكان بنبدأ فيه بنعمل ريسيرش، بنعمل بحث
مفصل عن الاحتياجات، يعني ما فيك تحكي عن مواضيع التحرش الجنسي إذا ما في مشكلة حتى بالتحرش الجنسي في بلدك. فللوصول لهاي المعلومات والاحتياجات قمنا بدراسة معمقة في مصر هنا في القاهرة العام الماضي، دراسة نوعية لاحتياجات الشباب. أخذنا مجموعة كبيرة من الشباب، متزوجين غير متزوجين، ناشطين يعني في علاقاتهم أو غير ناشطين، وسألناهم أسئلة كثيرة يعني، وتعمقنا معهم لساعات من الحوار. واحدة من الأشياء اللي حكونا إياها إنه مثلا إنه المدارس غير ما تحصل عليه من دراسة من حول الصحة الإنجابية من تعليم ليس كاف لي يعني يحضرك للحياة العادية. وجدنا أنه الكثير من الشباب يأخذون معلوماتهم من المواد الإباحية، من المواقع الإباحية. طيب دي كارثة في حد ذاتها. دي كارثة لأنه المواقع الإباحية هي مواقع إثارة، هي ليست مهتمة توصل لك معلومة. والمؤسف بالأمر أنه أنت لما بتاخذ معلوماتك من هاي المواقع والمجلات وبتتزوج وبتشوف أنه الممارسة الحقيقية والحياة الزوجية مختلفة تماماً، شكل الناس بالأفلام وهذا مختلف تماماً عن شكل الناس، ألوانهم يعني هدول الناس بيكونوا بالأفلام عاملين عمليات وماخذين عدة أشياء، هذه مش الممارسة الحقيقية ولا هي طبيعة الحياة الزوجية الطبيعية. فتعمقنا في كثير من الأشياء. شيء مهم طلبوا منا في هاي الجلسات النقاش الشباب إنه نتحدث عن الثقافة الجنسية بعيدا عن البعد الديني والثقافي، لأنه أنت بشكل علمي لأنه هذا هو هاي المعلومة المفقودة، الشكل العلمي، المعلومة الطبية الموثوقة والمعتمدة. وهذا اللي يعني يميز الحب ثقافة. كل دي آراء الشباب اللي تم أخذهم كعينة بحثية في مصر قبل أو في العالم العربي، في مصر، في مصر القاهرة تحديداً. خصيصا لأنه إحنا ننطلق من القاهرة ويهمنا جدا أنه نعرف أو نقدم ما يحتاج له الشاب والصبية في مصر وليس في اليمن مثلا، لأن هناك عندك مشاكل مختلفة. طبعا هنالك أشياء مشتركة أكيد، لكن الخصوصيات مهمة جدا. وكل مجتمع مختلف، يعني مجتمع مثلا في لبنان غير في تونس غير في القاهرة غير في المغرب العربي، كل مجتمع مختلف في طريقة كمان مدى تعرضه للمعلومات أو مدى انفتاحه على هذه المعلومات. حابب كمان أضيف لك شغلة، إحنا يعني الموضوعات العلمية صحيح ترجمت من اللغة الإنجليزية للعربية، لكن ترجمت بمتخصصين، من قبل متخصصين، ترجمت بطريقة بسيطة بلغة عربية مبسطة وصريحة، بطريقة يعني لا تحكي لك انه انت عملت هيك يا الله ابصر شو بده يصير فيك، معلش انا خليني احكي بلهجتي اللي برتاح فيها. يعني ما بنطلق الاحكام على الاشخاص، بنحاول انه نكون انكلوسيف، نحكي مع الصبيه ونحكي مع الشاب، نحكي عن انفسنا كامل. نحن وليس انت وماذا عملت ليله الامس، يعني بهي الطريقه انه انكلوسيف فريندلي، تقبل بشكل صداقه وبشكل كامل بكل الاطراف. نعم. ناس كثيره جدا ممكن تشوف ان ده صادم بالنسبه لها، يعني بالنسبه لمعتقداتها بالنسبه لثقافتها، ممكن يشوفوا ان اساسا التحدث مثل هذا الموضوع بشكل مفتوح او منفتح بهذه الدرجه ممكن يكون بالنسبه لهم صادم. هل واجهتوا مثل هذا النوع من الاراء وكيف تستعدون او كيف يعني مجهزين نفسكم ازاي تتعاملوا مع هذا على مستوى الراي العام على المستوى الاعلامي؟ يعني أنا يمكن أن أتصور أنه هذا شيء صادم. يعني أنا أحكي لك بصراحة، لدي طفلتان بالسابعة والتاسعة بالعمر بهولندا، طبعا مش بمصر. في اليوم أو في الأسبوع في مارس دائما عندهم أسبوع تثقيف جنسي، طبعا ما بيعطوهم معلومات كثيرة، يعني كل بيبدو شوي شوي. فحتى أنا يعني اللي عايش برا وحاس حالي أنه يعني بتقبل كثير، انصدمت يوم ما بناتي رجعوا البيت وعلى سفرة العشاء بدوا يحكوا بهاي الأمور. بالحب ثقافة أحكي لك معظم الناس اللي أحكينا معاهم
على يعني المينستريم وكمان المجتمع بشكل يعني عام، الرأي العام والإعلام الرأي العام والتواصل الإعلام، الاجتماعي. وأهم من ذلك الجمعيات المصرية الناشطة في هذا المجال، يعني أبدأ تقبل كبير. هنالك أيضا يعني قابلية للشراكة، لشراكات متبادلة بين وبين هذه الجمعيات. يعني لم يردني أي أحد لحد هلا يحكي إنه اقفلوا هذا الموقع لأنه هذا غير مناسب. وأعتقد هذا يرجع للطريقة اللي إحنا بنقدم فيها المعلومة ببساطة ومن دون ما ناخذ أراء. يهمنا إنه للشاب أو للصبية تأخذ المعلومات الصحيحة الموثوقة العلمية. ماذا تفعل بها هذا رأيك، هذا يعني اختيارك أنت. يعني أنت لما بتحكي مع شخص متزوج أو يعني فوق ال 18 ما فيك تحكي له شو يعمل وشو ما يعمل. أنت فيك تعطيه المعلومة الصحيحة، كيف يتعلمه، كيف يحافظ على نفسه. وهذا نقطة مهمة جدا. يعني الناس اللي بيحكوا أنه الخوض في هذه المعلومات يعني راح تخلي البنات تنفلت والأخلاق تبوظ، هذا أمر أثبت العكس تمامه في الدراسات. الناس اللي بيعرفوا كيف تنتقل الأمراض الجنسية بيعرفوا كيف يحافظوا على نفسهم أكثر من الناس اللي ما بيعرفوا أو بيخوضوا علاقات مثلا غريبة عجيبة وما بيعرفوا. فالمعرفة مهمة جدا، وهي المعرفة هي حق، وإحنا نؤمن أنه الحب هو خيار وحق ومصدر سعادة ومتعة للجميع، والجميع لازم يستمتعوا فيه وينالوا هذا الحق. هل في تعاون ما بين إدارة الموقع أو القائمين على الموقع وما بين الحكومات في الدول اللي بيتم فيها إطلاق هذا الموقع؟ وإيه مصادر تمويلكم؟ يعني بتمولوا نفسكم إزاي؟ بالنسبة للتعاون مع الحكومات لا، لأنه نحن يعني أو المؤسسات الحكومية، مش شرط الحكومات بشكلها، بس أقصد المؤسسات الحكومية اللي ممكن تكون قريبة من هذا المجال. يعني لحد هلا لا، بس نأمل انه يكون مثلا في استعدادية. طبعا انتم عندكم في مصر مثلا هنالك قضية تدريس الامور الثقافة الجنسية في المدارس. وعلى فكرة احنا امبارح بس اطلقنا مع مؤسسة مصرية اسمها ناقشني، اطلقنا سؤال يعني بلاتفورم سألنا فيه هل تؤيد تدريس مواد الثقافة الجنسية في المدارس، نعم أم لا؟ لحد هلا النعم أكثر من اللا، فهذا الشيء كمان جميل. إحنا يعني إذا في إمكانية مثلا إنه نتعاون مع وزارات أو مع مؤسسات تعليمية بتحب إنه تطور معلومات أكثر في المدارس، ليش لا؟ احنا يعني اوبن ويسعدنا هذا النوع من التعاون. اذا في لازم يكون في قابليه واستعداديه من الراي العام ومن الشارع المصري لتطوير هذه المناهج مثلا الدراسيه. مصادر التمويل، مصادر التمويل مهمه جدا. لوف ماترز هو مشروع من مشاريع اذاعه هولندا العالميه. اذاعه هولندا العالميه احكي لك شويه عنها، ما بعرف اذا في عندنا وقت. هي لحد السنه الماضيه كانت اذاعه هولندا العالميه الثالثه بين الاذاعات العالميه بعد بي بي سي وبعد دويتش فيله. لكن بسبب تخفيضات ميزانيه والازمه الاقتصاديه في اوروبا تم تخفيض الميزانيه الى 20% مما كنا عليه. فلهذا جمعنا قوانا واخترنا ماذا سنعمل وركزنا على محاور أساسية. المحاور الأساسية هي الثقافة، الحريات الجنسية، الحريات، الحقوق الإنسانية، والحكم الرشيد. وجميع مشاريعنا تصب في هذه المحاور. Love Matters هو أكبر مشروع من مشاريع الإذاعة، زاره حتى الآن 10 مليون زائر. 10 مليون زائر، 10 للخمس مواقع. هايل، رقم يعني ضخم ويحترم. نعم، كبداية الإذاعة سوف ترعى المشروع، وفي غضون 3 أعوام سوف نقف على أرجلنا ونقوم بتمويل مشروعنا بأنفسنا من مؤسسات، من جمعيات تهتم بنشر الثقافة والصحة الإنجابية في العالم العربي. أستاذة عبير سراس، صحفية بالإذاعة الهولندية، هولندا العالمية يعني، ومنسقة مشروع الحب الثقافة أو Love Matters. النهاردة هو إطلاق المشروع، الموقع بشكله الرسمي. الاسم عشان ندور عليه اسمه الحب
ثقافة؟ إذا عملت جوجل على الحب ثقافة رح تجده. الموقع اسمه الأم، الأم هي Love Matters، lmarabic.com. واليوم انطلقتنا إن شاء الله، ورح يكون معنا الممثل الكبير المصري خالد أبو النجا. شكرا جزيلا لحضورك خالد، و يعني looking forward to it. بنحييكم أكيد، وأعتقد أن زي ما قلنا تاني مشاكل كثيرة جدا بيواجهها المجتمع بكل فئاته، بكل الحقيقة شرائحه العمرية والاقتصادية كمان والاجتماعية. في هذا الموضوع وفي هذا الأمر الثقافة الجنسية هي من أهم مشاكلنا اللي بنعدي فيها، ولازم نعدي منها بشكل صحي لصحة أجيال قادمة وأيضا لصحة أجيال موجودة فعليا. خلينا نكون النهاردة معاكم في نهارك سعيد، وبكرة إن شاء الله فريق عمل جديد، إن شاء الله يكون نهاركم سعيد. سلام.